عمان قبلة الهدوء والجمال ومتنفس للقادمين إليها من كل مكان، فطبيعتها البكر محل ترحيب وإعجاب. في صحاريها يلتمس السائح حبيبات الرمل الذهبية الناعمة، ويكتشف الكثبان الرملية بأشكالها الجميلة، ويستشعر بشمسها الدافئة التي تسكن فيها الطمأنينة والسلام، ويتعرف على الحياة البدوية وما تتميز به من العادات التي يحرص سكان البادية على المحافظة عليها. وعبر الطرق الواعرة التي شقت إلى رؤوس الجبال، تجد بين جنباتها السلاسل الجبلية الشامخة بألوانها وتكوناتها التضاريسية التي تحكي التاريخ الجيولوجي في السلطنة عبر حقب زمنية مختلفة. أما القرى الهانئة على أحضان تلك الجبال تنطق للمتجول فيها بحسنها وعراقتها، لتحكي أصالة وكفاح الإنسان العماني. يد عظيمة نجد بصماتها في جميع أرجاء هذا الوطن العزيز، فالقلاع والحصون والأبراج والأسوار والحارات العمانية القديمة والمدرجات الزراعية والأفلاج التي شقت من أعالي رؤوس الجبال وبين الأودية عبر نظام ري فريد حير العلماء، كلها تقف شاهدة على روعة وجمال الأرض العمانية.